ان شاء الله. علاش لا؟ انا لهنا باش معني باش نساند اللاعبين القدامى الكل. اون دي جوور كي ميريت باش يكونوا في الجامعه، اون دي جوور كي بوف ديريجي. عندنا برشا ملاعبين اللي نجموا يسيروا، اللي نجموا ينهضوا بكرة القدم التونسية، عندهم أفكار كبيرة، النزاهة موجودة، برشا خدمة. إن شاء الله إن شاء الله تتقبل القائمة، وإن شاء الله نكونوا موجودين، وإن شاء الله نعاونوا، وإن شاء الله معناها نحاولوا باش نصلحوا اللي نجموا. وأنا مقتنع، أنا زياد نعرفه قريب منه شوية، سي كالكان كي ميريت مستوى ثقافي، حتى معناها في النجاح معناها على المستوى المهني، انسان كوريكت اونيت كريديبل، عنده برشا افكار اللي نجم ينجح بهم. ان شاء الله ربي يوفقه، واحنا الناس كل موجودين هنا. وقت تشوف بنزرت موجوده، الملعب التونسي لاسبيرانس، صفاقس، معناها جمعيه تونس كل موجوده. ان شاء الله ان شاء الله ينجح، وان شاء الله نكونوا الناس كل ديما مع بعضنا، وان شاء الله اللاعب كرة القدم ان شاء الله يساهم ويكون موجود في الجامعة، على خاطر اهل الكورة معناها عندهم الحق باش يعاونوا باش يخدموا البلاد. والله تو في الفترة هذه بالحق فما صعوبات، على خاطر معناها الملاعب ماهيش موجودة معناها كما يلزم، الكاليتي نتاع البلوز، الانفراستركتور، برشا خدمه، على خاطر الملاعب شنيا الملاعب يلزموا تيرا باهي باش يوريك معناها كره باهيه. نجم نقول اللي فما معناها حتى الكاليتي ما عادش كيما قبل، كاليتي الجوار ماهيش كيما قبل، لكن بالخدمه وبالاطارات اللي تكون موجوده، سواء مدربين سواء مسؤولين، نجموا ننظموا بالكره نتاعنا ونجموا نرجعوا بها في المستوى اللي تستحقه. نادي الافريقي هذيك جمعيتي وهذيك امي وهذيك كل شيء. صعيبه الوضعيه نتاعنا في النادي الافريقي، لكن يظهر لي قادرين باش نرجعوا، على خاطر معناها عندنا مجموعه معناها ما هيش خايبه معناها في النادي الافريقي. صحيح النتائج ما مشاتش في الفتره الاخيره، الناس كل قاعده تخدم معناها باش ترجع النادي الافريقي للمكان نتاعها. يظهر لي النتائج ما مشاتش معنا، لكن ان شاء الله ان شاء الله في القريب العاجل يرجع النادي الافريقي للمستوى نتاعو ان شاء الله.